ماذا في هذه الحادثة؟ يوجد جنات، يوجد متهمين، بينما لا يوجد جثة للقتيل. فهم الآن تضحت الصورة بشكل جلي لكل ليبي مسلم حر وطني، سواء كان الوطني ولا الليبرالي ولا شو بيسمي روحه ولا سلفي ولا ايوه، ان هؤلاء لديهم عداوه حقيقيه غير طبيعيه للمنهج السلفي. جميع كلام الصادق الغرياني امس كان يدعو الى قتل اي واحد سلفي، الصادق الغرياني كلامه امس هو عبارة عن أمير تنظيم القاعدة، إن المنهج السلفي منهج مبني على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح للنصوص، فالمنهج السلفي هو موجود أصلاً قبل ظهور الدولة السعودية، الإمام مالك هذا الذي هم يقولون نحن مالكية ونحن مالكية ونحن مالكية، ليش؟ يريدون أن يبينون لك كأن الإمام مالك ليس سلفي. الإمام مالك سلفي. لابد أن نبين شيء في كلمة سلفي. السلفي نسبة. نحن ننتسب للسلف الصالح ليس حزب. لذلك السلفيين هم الوحيدين الذين يخالفون علمائهم إذا أخطأوا. شكلت حادثة مقتل الدكتور نادر العمراني رحمه الله تعالى منطلقا لأحداث كثيرة من ناحية الشكل والمضمون، فالناظرون يرونها في أصلها مؤامرة منسوجة بدقة من أجل توريط فئة دعوية تشتغل بالدعوة إلى الله في الساحة الليبية منذ فترة طويلة، خصوصا بعدما لقيت من الترحيب والدعم والانتشار بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي. لقد بدأت إذن تلك الحرب الدروس على السلفيين ودعوتهم في ليبيا بعدما مرت بمرحلة البرود زمانا، لتتحرر مجددا من قيودها وتعلنها الحركات الإخوانية مباشرة في الإعلام ووسائل التواصل، وهذا يعطينا تأكيدا على الحرب الممنهجة ضد السلفيين في طرابلس من أجل السيطرة عليها باعتبارها معقلا من معاقل الدعوة السلفية بليبيا. هيثم الزنتاني الذي ظهر في المقطع الذي بثه الإخوانيون إنما كان ضحية، والدكتور نادر العمراني كان كبش الفداء، واعترافات هيثم الزنتاني تحريضات مباشرة على السلفيين وقوات الردع. كان متعمدا ذكر اسم الشيخ أحمد الصافي أكثر من مرة أثناء الاعترافات، وعلى أنه من أجاز قتل العمراني وهو من يفتي لقوة الردع والكتيبة 604 التي تقاتل في سرت. من الواضح أن الزنتاني تم اختطافه واختياره من بين آلاف الشباب السلفيين في الهضبة، أولا لأنه جار للعمراني، وثانيا هو زنتاني لا يوجد من يرد له حقوقه ويدافع عنه. أرحب الآن بالنقيب طارق الخراز الضابط في وزارة الداخلية. حضرة النقيب طارق، أهلا بك. أهلا وسهلا بك سيد أحمد، رحب بك ورحب كل ضيوفك الكرام. نعم. ما يخص المقطع المسجل الذي عرض في قنوات المحسوبة على تنظيم الأخوان المسلمين كالنبأ والتناصح، الذي يظهر فيه اعتراف أحد الأشخاص بقتل نادر العمراني، أولا إذا كان هو من قتل نادر العمراني إن صح هناك يعني ركن المادي الحقيقي للجريمة، وهي الجثة، أين هي الجثة التي قتلت؟ وكيف يعترف يعني على جريمة ولم يوضح أين وضع هذه الجريمة؟ ثانيا أن الشخص الذي خرج وهو من سكان الزنتان، زنتاني الأصل، أنه مخطوف من أربعة أشهر، كيف يعترف على جريمة وهو محبوس عندهم؟ قبل أربعة أشهر. ثالثا بعلاقة أنهم هم أيضا ما يقوم به يعني الشباب، سواء كان الشباب السلفي أو الشباب اللي هم يعملون يعني على القاعدة الاجتماعية الصلبة في طرابلس، أصبحت يعني تسبب لهم القلق الكثير، خاصة عندما لما يرون مواقف المنهج السلفي باختصار شديد، الذي قتل العمراني هو من اختطف الزنتاني، وتم فبركة الأمر للاقتصاص من الشباب السلفيين وعلمائهم وإعلان الحرب عليهم بعد أن أضحت الدعوة السلفية شوكة في عنق أصحاب المناهج المنحرفة. إخوان المسلمين، أنا أعتقد مثل القنبلة الموقوتة أينما حلت هي مفسدة،
أينما حلت هي مفسدة، أينما تحل يحل الخراب، أينما تحل يحل الخراب. هو هالمجموعات الإرهابية اللي يجمعها من برا ويزرع فيها في كل مكان، كلها وراء الإخوان المسلمين. حركة إخوان المسلمين هي لب الإرهاب، حركة إخوان المسلمين هي لب الإرهاب. فرق بين السلفيين وحركات المسلمين التكفيرين، الحركات الأخرى هذه كلها كالفرق بين الجنة والنار، كالفرق بين الجنة والنار. لا أعتقد أن السلفيين يوم من الأيام يسعوا للسلطة، ما سعوش للسلطة. لا أعتقد أن السلفيين يوم من الأيام يسعوا للسلطة، ما سعوش للسلطة. هم كلهم يدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعوا بالإحسان، مش يدعو بقطع الرؤوس والصلب والدماء. جيناك بالدماء وجيناك مش عارفين شنو هذا، مش يدعو بقطع الرؤوس والصلب والدماء. جيناك بالدماء وجيناك مش عارفين شنو هذا، اي دعوه تكون بهذا الشكل. صراحه انا لا اجد مقارنه بينهم، صراحه مخلصين، صراحه مخلصين. إنها إذن حرب قائمة بأعمدتها على السلفيين عامة لا يرجون انتهاءها. وأدل دليل على ذلك أن بيانات أهل السنة المتوالية وتبرؤهم من سفك دماء نادر العمراني داخل ليبيا وخارجها لم تشفع بشيء في الحادثة مع وضوحها وصراحتها. إن من يقوم بخطف مسلم وترويعه وتفزيعه فضلا عن تعذيبه وترهيبه، فضلا عن سفك دمه وإزهاق روحه، وهو يتشهد شهادة الحق لا إله إلا الله، لا يكون إلا تكفيريا خارجيا جلدا، وليس هذا من الكتاب والسنة في قليل ولا كثير، وليس هذا من الكتاب والسنة في قليل ولا كثير. من تكون؟ من تكون؟ من تكون حتى تري قدم امرئ المسلم؟ أين دينك؟ أين دينك؟ أين دينك؟ إذا كان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بهتان وإثم مبين. بل تعرضت هذه البيانات للانتقاد واللامبالاة، وهذا شيء يثير الاستغراب والذهول.